مساء الخير وأهلا وسهلا بكم جميعا في قناتكم قناة خبير في يوتيوب. الرجاء من الجميع الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر اللايك كي نستمر ونقدم العروض الأفضل. بهذا الفيديو سنتكلم عن أفضل برامج نسخ ألعاب وأيضا برامج شغالة نسخ التطبيقات باللعبة الأولى كار 1 وأيضا اللعبة الثانية كار 2. في البداية طبعا قوموا بالاشتراك في قناتنا في يوتيوب الثانية وأيضا جميع برامج التواصل كي نقدم الدعم والمساعدة للجميع إن شاء الله. طبعا هذا الفيديو مقسم إلى قسمين، تابعوا الفيديو بالحرف ونفذوا الأمور كما سأقوم بتنفيذها أنا أمامكم كي تنجح العملية ولا نواجه أي مشكلة، كي يكون العمل دقيق وناجح. طبعا بالبداية نحتاج إلى هذه البرامج. هذا البرنامج الأول طبعا هو برنامج الخاص باللعبة الأولى كار 1، سريع جدا وفعال سنقوم بشرحه في النهاية. وأيضا هذه البرامج الأربعة التي سنحتاجها لتشغيل برنامج دول سبيس وهو الخاص بكار 2، برنامج طبعا جدا رائع. وهذا البرنامج طبعا سنتكلم عنه في الفيديو القادم إن شاء الله، فقط ادعمونا باللايك وقوموا بالتعليق أيضا والتفاعل كي نساهم طبعا بتقديم الأمور المفيدة بشكل دائم. كما ذكرنا هذا الفيديو خاص ببرنامج نسخ التطبيقات للعبة الأولى واللعبة الثانية كار 2 وكار 1. هذه برامج طبعا سنحتاجها لتشغيل برنامج دول سبيس. طبعا هذا البرنامج في البداية نحتاج إلى إيقاف متجر بلاي، نقوم بالضغط عليه بهذا الشكل ونضغط على زر إلغاء تفعيل بهذا الشكل كما تشاهدون في هذا المكان، ونقوم بتثبيت دول سبيس لأن دول سبيس لا يتم تثبيته بسبب المتجر لأنه من خارج المتجر. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما. طبعا بعد تثبيت برنامج دول سبيس نقوم بالدخول إلى الضبط ثم إلى التطبيقات ونعاود بتفعيل متجر بلاي، نبحث عنه طبعا بالاسم التطبيقات ونضغط على تفعيل لأننا سنحتاجه داخل التطبيق. ولدينا طبعا برنامج كروم أو برنامج جوجل المتصفح كما تشاهدون، نقوم بالضغط عليه بهذا الشكل ونذهب إلى قائمة البحث ونكتب خدمات بلاي بهذا الشكل بالعربية أو بالإنجليزي ونضغط على أول نتيجة تظهر لدينا كما تشاهدون. طبعا نكتب خدمات بلاي، هذه خطوة مهمة جدا، طبعا تابعوا الخطوات بالحرف ونضغط على أول نتيجة. هذه النتيجة نقوم بالضغط عليها. هنا طبعا يوجد خطوة مهمة جدا، عندما نضغط على أول نتيجة بهذا الشكل فورا يذهب معنا إلى متجر بلاي كما تشاهدون بهذا الشكل. والخطوة المهمة طبعا هنا، إذا كان هنا مكتوب تحديث نقوم بالتحديث ومن ثم إلغاء التثبيت، وإذا كان مكتوب إلغاء تثبيت نضغط على إلغاء تثبيت فورا، يعني نحتاج إلى هذه القائمة أن تظهر بهذا الشكل، أن تكون الخدمات غير محدثة. طبعا عندما نضغط على هذه القائمة سيتم فصل طبعا الجهاز أو فصل البرامج المتصلة بالجهاز، ومنها طبعا برنامج الـ VPN. هذا البرنامج إذا كان متصل سيتم إيقافه، نعاود الدخول إليه وطبعا نضغط عليه ونضغط تشغيل. هذا برنامج طبعا ممكن تحميله من متجر بلاي أو في قناتنا في تليجرام موجود إذا حببتم تحميله بشكل مباشر. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما. طبعا عند تشغيل هذا البرنامج تظهر إشارة المفتاح بالأعلى كما تشاهدون، أي أن البرنامج شغال ولا يوجد أي مشكلة. ومن ثم طبعا الخطوة الأخيرة وهي الدخول إلى برنامج دول سبيس كما تشاهدون بهذا الشكل، نقوم طبعا بالضغط عليه. هذه طبعا آخر خطوة، طبقوا الخطوات الأولى بالحرف خطوة خطوة. عندما نقوم طبعا بفتح البرنامج نقوم بإضافة متجر بلاي وأيضا برنامج جيم جارديان وأيضا اللعبة المطلوبة. طبعا هذا يشغل كما ذكرنا كار 2. في البداية طبعا نذهب إلى برنامج متجر بلاي ونضغط عليه ونقوم بالتسجيل بداخله
بحساب لدينا طبعا. سأريكم طبعا أنا مسجل والبرنامج شغال ولا يوجد أي مشكلة. كما تشاهدون طبعا البرنامج شغال. طبعا هذا برنامج مميزاته أنه سريع وتعمل اللعبة بشكل مباشر، ليس كالبرنامج السابق يحتاج إلى بعض الوقت ويتأخر. هذا برنامج جدا سريع وممتاز لهذه اللعبة وفعال. طبعا نقوم بإضافة أيضا الجيم كارديان وإعطاء الصلاحية. هذه الأمور طبعا معروفة لدى الجميع، عندما نضغط عليه نختار الافتراضي ومن ثم إعطاء جميع الصلاحيات، ومن ثم طبعا نضغط على زر بدء ويعمل معنا البرنامج بهذا الشكل بدون أي مشاكل. كما ذكرنا طبعا برنامج سريع وفعال وجدا ممتاز. عندما تقومون بتجربه اكتبوا لنا في التعليقات إن كان البرنامج سريع لديكم أو لا. هذا طبعا البرنامج يشغل جميع الإصدارات من الأجهزة 11 و12 و13 وأيضا 14. أنا لدي طبعا برنامج إصدار 13 شغال بدون أي مشكلة وسريع وسلس، وفورا طبعا اللعبة تعمل فيه بدون أي مشاكل. طبعا اللعبة تظهر كما شاهدتم في البرنامج Game Guardian، وطبعا نضغط عليها ونحددها ونبدأ بالعمل مباشرة بدون أي مشاكل. هذا بالنسبة طبعا للبرنامج الأول الذي يشغل النسخة الثانية من اللعبة. طبعا ممكن إضافة اللعبة عن طريق هذا الزر كما تشاهدون، نضغط عليه ونحدد اللعبة ونضيفها إلى برنامج نسخ الألعاب وتعمل لدينا بدون أي مشاكل وبشكل مباشر. طبعا هذا البرنامج الأول كما ذكرنا، تطبق الخطوات بحذافيرها من أول فيديو إلى نهاية الفيديو كي تعلموا طريقة التشغيل ولن تواجهوا أي مشكلة إن شاء الله. سنتكلم أيضا عن البرنامج الثاني وهو لتشغيل النسخة الأولى من اللعبة. دعمكم يا شباب اللايك كي نستمر بالعروض القوية دائما. طبعا البرنامج كما ذكرنا هذا هو البرنامج، نقوم بالضغط عليه بهذا الشكل. تفتح الواجهة أمامنا بهذا الشكل بشكل مباشر. طبعا من ميزات هذا البرنامج أنه يحتوي على جيم جارديان بداخله، وأيضا سريع وفعال وبدون أي مشاكل، ولكن من سيئاته أنه لا يحتوي على متجر بلاي كي يشغل النسخة الثانية من اللعبة، ولكن بالنسخة الأولى جدا سريع وجيد. جربوه أيضا واكتبوا لنا في التعليقات إن أعجبكم أو لا. كما تشاهدون طبعا نضغط على الجيم جارديان حسب إصدار الجهاز إن كان 64 أو 32، نختار الجيم جارديان المطلوب ونضيف اللعبة عن طريق هذا الزر الأخضر الموجود بالأعلى، وطبعا تعمل اللعبة لدينا بشكل مباشر وبدون أي مشاكل ويتم العمل بشكل سلس. طبعا ممكن إضافة الجيم جارديان الخاص بكم أو استعمال هذا الجيم جارديان الموجود أيضا ممكن، ويعمل على جميع الإصدارات طبعا 11 12 13 14 فعال وجيد كما ذكرنا. نحتاج إلى دعمكم يا شباب اللايك والتعليقات والتفاعل كي نقدم العروض القوية دائما، وإن شاء الله طبعا الفيديو القادم سنقدم أيضا برامج خاصة بالنسخة الثانية من اللعبة وأيضا برامج مساعدة. كما تشاهدون هذا البرنامج الثاني سنتكلم عنه في الفيديو القادم إن شاء الله، برنامج ماتريكس جدا رائع أيضا وسريع وسلس ولا يوجد فيه أي مشكلة وفعال وجيد. إلى هنا ويكون الفيديو قد وصل إلى النهاية. لا تنسونا من دعمكم واللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. نراكم بفيديو جديد، دمتم بخير، سلام.